مشاهدينا الكرام، أسعدتم مساء وطابت أوقاتكم. مرحبا بكم إلى لقاء جديد وعدد جديد من برنامج عين على الجالية. بهذه المناسبة الكريمة وبلوغنا الشهر الفضيل، نقول رمضان كريم للجميع. أقول مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، والذي سنخصص هذه الحلقة إلى الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وكيف أن المهاجرون وجدوا أنفسهم وقودا في الخطاب السياسي، الخطاب السياسي الفرنسي بين المرشحين، والذي يعرف حدة زائدة أحيانا وتراجعا أحيانا أخرى. مشاهدينا الكرام، الجاليات المهاجرة في فرنسا بين مطرقة اليمين وسندان اليسار. للوقوف على هذه الانتخابات التي ستكون خلال أسبوع واحد، أي في 10 أبريل المقبل سيكون الدور الأول، والدور الثاني سيكون في 24 من هذا الشهر. إذن لمناقشتي قلت هذا الموضوع زائد الأسئلة التي ستطرح في هذا اللقاء، أسعد باستضافة كل من الدكتور عبد القادر قتشة، إعلامي وأستاذ جامعي داخل الأستوديو. مرحبا دكتور. شكرا على الاستضافة. رمضان كريم دكتور، مرحبا بك. لك ولكل الأمة يعني. كما سيكون معنا عبر الهاتف الإعلامي علاء الدين بونجار. مساء الخير علاء. مساء الخير، سنة كريمة وسعيدة لكم وكل رمضان والشعب الجزائري بخير. شكرا شكرا علاء. إذن مشاهدينا الكرام، ريثما يلتحق بنا الدكتور حسان تليلي عبر خدمة سكايب. فاصل قصير ونبدأ النقاش. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولنبدأ النقاش وأبدأ معك مباشرة من باريس الإعلامي علاء الدين بونجار. على أسبوع واحد يفصلنا على الانتخابات الرئاسية والتي سيختار فيها المواطن الفرنسي بين 12 مرشحا. الخطاب السياسي بين اليمين واليسار يعرف أحيانا حدة وزيادة وأحيانا تراجع في الأسابيع الأخيرة، كيف تقرأ هذا علاء وأنت المتابع للشأن الفرنسي؟ نعم عبد الكريم، كل التحية. في الواقع المرحلة الأخيرة ومرحلة التجمعات الانتخابية مع نهاية الأسبوع هي في مراحلها الأخيرة قبل الجولة الأولى من الانتخابات. طبعا هناك نوايا تصويت واستطلاعات الرأي هي ليست علوم دقيقة، ولكن توضح وتؤشر على توجه تصويت الناخبين الفرنسيين حسب الأرقام. طبعا في المقدمة الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، نوايا التصويت تمنحه 28-29%، تليه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ب 22%، هي تعرف ديناميكية في حملتها. وفي المركز الثالث نجد مرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشون ب 16%، البقية يعرفون تقهقرا، وأقل من 10%، نتحدث عن اليمين المحافظ بقيادة مارين دوبان، نتحدث عن الفقاعة الكاتب الجدلي العنصري إريك زمور، وهناك بعض الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، يعني كل هؤلاء يعني هم تحت عتبة 10%. إذن الأنظار تتجه إلى الثلاثة الذين هم في المقدمة: ماكرون، لوبان، ميلانشون. ماكرون الحرب الأوكرانية وتدخله في الدبلوماسية أعطاه زخما مع بداية الحرب، وكانت نوايا التصويت لصالحه بأكثر من 30%. الآن مع طول أمد الحرب وعدم جدوى الدبلوماسية وعدم نجاحه في إيقاف الحرب، وأيضا انشغاله بالهموم الدولية على حساب الهموم الفرنسيين، يبدو أن هذا
صرف أنظار الفرنسيين عن حملته، وتعرف حملته تراجعا وتقليصا للفارق مع مارين لوبان. مارين لوبان نزالت تنتمي لليمين العنصري، اليمين المتطرف، حزب القومي، حزب والدها المعروف، لكنها يبدو أنها غيرت في الاستراتيجية. بدل أن تتحدث عن الهجرة والمهاجرين والإسلام، بدأت تتحدث عن القدرة الشرائية للفرنسيين للطبقات الشعبية، وبدت وكأنها تتنافس مع جون لوك ميلانشون من اليسار الراديكالي على هذه الطبقة الشعبية المتوسطة العمالية التي يمكن أن تصنع الفارق. هل سيتوجه هذا التصويت نحو مارين لوبان وبالتالي ستجد نفسها في الدور الثاني إلى جانب ماكرون، أم سيتوجه هذا التصويت إلى جون لوك ميلانشون ويجد نفسه في الجولة الثانية إلى جانب ماكرون؟ يعني الحسابات هي مختلفة، لكن الديناميكية هي مع هؤلاء الثلاثة، ومن الواضح أن ماكرون سيكون في الجولة الثانية. السؤال يتم حول من سيكون في إلى جانبها، هل هي السيدة لوبان أم السيد ميلانشون؟ شكرا على ابقاء معنا الدكتور جاتشا. في كل ما سمعناه الآن من علاء الدين بونجار وهو مشكور، الجاليات المهاجرة أو المهاجرون بصفة عامة في فرنسا هم وقود هذه الحملة بين يمين متطرف وبين يسار راديكالي. نعم شكرا ومرحبا بضيوفك عبر الهاتف والسكايب. شكرا. فعلا أن الجالية دائما كانت موضوع الانتخابات الفرنسية. هذه المرة نشوفه بأنه الأغلب المرشحين هم من اليمين المتطرف أو من اليسار المتطرف كما يسمى. نعم. ويبقى أنه الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون الذي يمشي في الوسط، أو يقول أنه لا اشتراكي ولا يميني، يعني لا يساري ولا يميني. نعم. ولكن الملاحظ أنه الخطاب الآن، لأنه فيه اليمين قلنا المتطرف وفيه اليسار، نعم، الخطاب عن الجالية، عن الهجرة، عن وكأنه أنه الجالية هي الموضوع الأهم في الانتخابات الفرنسية. وهذا في بداية الحملة، يعني في بداية الحملة وإلى حد الساعة، فقط أنه الآن مع الحرب الروسية الأوكرانية بدأت يعني المواضيع أخرى تظهر أكثر، لأنه الشارع الفرنسي أو المواطن الفرنسي بدأ يحس بأشياء يعني عادت عليه بالسلب من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث الوقود، من حيث الكهرباء، من حيث الغاز، من حيث حتى بعض الأشياء أو في يومياته، يعني في يومياته. إذن هذه الآن بدأ يتغير خطاب المرشحين إلى ماذا ما الذي يقومون به إذا يعني أحدهم أصبح على كرسي الرئاسة، ماذا سيقدم للفرنسيين؟ لأن الآن أصبح المواطن الفرنسي يبحث عن حلول تخصه وتهمه، وليس الحديث عن المهاجرين وعن المسلمين وعن الآن هذا هو. ولكن أنه العرب أو المهاجرين، خاصة المهاجرون الفرنسيون الآن لمن سيصوتون؟ في وقت سابق كان هناك يعني اليسار الذي يصوت له، الآن لمن سيصوت هؤلاء العرب الفرنسيون؟ يعني ونحن نعرف أن هؤلاء العرب الفرنسيون يعني الذين لهم الحق في التصويت لا يصوتون ككتلة واحدة، يعني ليس لهم مرشح واحد، أصوات مشتتة مشتتة. وهذه الأصوات للعرب المسلمين يعني والمهاجرين بصفة عامة هي التي تصنع الفارق يعني كثير فعلا. والآن نشوف في صبر الآراء حتى الرئيس إيمانويل ماكرون يعني نزل بكثرة، يعني من 36% إلى 30%، والآن يعول على هذه الأصوات، وأصبحت طبعاً. يعني مارين لوبان أنا تقترب منه بشكل يعني بشكل كبير، وأنه صبر الآراء يقول أنه في الدور الثاني مارين لوبان وإيمانويل ماكرون، وبالتالي المهاجرون يعني الذين لهم الحق في التصويت مع من سيصوتون؟ هذا هو السؤال يعني الذي سيطرح. الآن يأتي الدور يعني من يعني من يقود هؤلاء، أو من يعطي يعني نقول من يوجه
هؤلاء المصوتون لمن سيصوتون؟ نعم. أكيد أنه جاليات غير أكيد مؤطرة. أكيد أنه إذا كان فيه يعني إيمانويل ماكرون ومارين لوبان أكيد أن المهاجرين يعني سيصوتون في الدور الثاني لإيمانويل ماكرون. نعم. لأن الحال هذا ما سنراه في الجزء الثاني من هذه الحلقة. الدكتور قتشة أشكرك، ودعني أنقل هذا السؤال إلى علاء الدين بونجار من باريس. على سمعت ما ذهب إليه الدكتور قتشة، عادة وتاريخ بل تاريخيا أقول في استحقاقات مماثلة التاريخ سجل أن كل الجاليات المهاجرة العربية الإفريقية والإسلامية بصفة عامة يستقطبها مرشح اليسار. اليوم لدينا جون ليك ميلونشون يعول الكثير كذلك على هذه الفئة. هل برأيك نتوقع ذلك السيناريو إن كان فيه الدور الثاني طبعا سيكون ما بين ميلونشون وإيمانويل ماكرون؟ نعم، في الواقع يجب أن نفرق بين الجالية وبين الفرنسيين. نحن نتحدث عن فرنسيين من أصول مهاجرة، طبعا الجالية لا يحق لها الانتخاب، يعني من يملك بطاقة الإقامة في 10 سنوات لا يحق له الانتخاب، يعني من ينتخب هو فرنسي طبعا. المقصود في كلامنا علاء هم أولئك الذين يحق لهم التصويت طبعا، اللي عندهم يعني لدوب ناسيوناليتي مزدوجين الجنسية الفرنسية طبعا. نعم. نفرق بين هؤلاء، بين من اكتسبوا الجنسية الفرنسية، من جاءوا للدراسة يعني منذ 10-20 سنة وأخذوا الجنسية، وهناك من هم فرنسيون بحكم أن أباءهم جاءوا للعمل وهم من الجيل الثاني أو الجيل الثالث، فهم فرنسيون من أصول مهاجرة. مهاجرة طبعا. نعم. كما ذكرتم التصويت هذه الجالية وهذه الشريحة المجتمعية الفرنسية يتوجه عادة إلى اليسار الاشتراكي. نعم. اليسار الاشتراكي الآن انتهى تماما، يعني أنه حتى ممثلة اليسار الاشتراكي عمدة بلدية باريس سيدة إيدالغو يعني نوايا التصويت تعطيها 1.5، يعني أنه كارثة. الآن هذا التجمع اليسار في فرنسا هو أكثر من اليمين، نحن نتحدث على نحو 47% من الأصوات إذا جمعنا الشيوعيين. نعم. اليسار راديكالي ميلونشون، الاشتراكيين، الخضر، كل هذا هو وزن انتخابي يمكن أن يميل الكفة في جانب في مواجهة اليمينيين. الآن هذه الشريحة الفرنسية من أصول مهاجرة الآن نعم. حسب استطلاعات الرأي ونوايا التصويت توجهها يذهب إلى جون لوك ميلونشون، على أساس أن لديه مواقف من الإسلام والمسلمين، هو من بين السياسيين الذين شاركوا في مسيرة في فرنسا عندما تم الحرق مسجد في إحدى المدن. نعم. هو يتحدث عن الطبقة العاملة والشغيلة، ويتحدث عن فرنسا متعددة الثقافات التي نراها في شوارع المترو وفي الشوارع. نعم. تحسب له أيضا أنه من مواليد طنجة جارتنا يعني في 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 الجزائر. نعم. يعرف المجتمع المغاربي، المجتمع الإسلامي بطريقة جيدة، و يعني هو قريب من هموم هؤلاء الأشخاص بحكم التاريخ، فهناك نوع من التقارب الثقافي التقارب السياسي. فمن المعطى حاليا أن هناك ماكرون يمكن أن يستقطب أصوات بعض الفرنسيين من الجالية كما ذكر الدكتور في الاستوديو، إذا كان هناك في الجولة الثانية وكانت هناك مرشحة اليمين المتطرف، فيمكن أن تصوت هذه الجالية حتى تقطع الطريق على اليمين المتطرف. أما إذا كان ميلونشون هنا أريد أن أقول يمكن أن تكون الخشية بالنسبة لأنصار ماكرون، لأن مخزون الأصوات من اليسار الاشتراكي أو من الشيوعيين أو من الخضر حتى من اليمينيين. نعم. الذين يريدون معاقبة ماكرون يمكن أن يتوجه إلى ميلونشون من أجل ترجيح كفته، يعني أنه الخطر على ماكرون هو أن يصل ميلونشون إلى الجولة الثانية أكثر من الخطر من مارين لوبان. لا ننسى هناك المناظرة بين الجولتين، مارين لوبان
لا تحسن الخطاب السياسي مثل ماكرون، أما ميلانشون لديه كاريزما، متحدث جيد، يعرف التاريخ ويعرف جيدا كيف يحسن الخطاب السياسي، فيمكن أن يتقدم أشواطا على ماكرون في هذا السياق. شكرا شكرا. على أعود إليك دكتور، لاحظنا في خلال الأسبوع الأخير تصريحات زعيمة اليمين المتطرف، الجبهة الوطنية سابقا والتجمع الوطني حاليا، تقول في حواراتها أنها لا تريد أن يتدخل والدها اللي هو زعيم المؤسس للحزب لوبان الأب، والقطيعة بينها وبين ابنة أختها ماريون ماريشال. الآن إلى حتى خطابها السياسي تغير، ماري لوبان ما بقتش ماري لوبان التي كانت في كل مرة طبعا إلا وحضر العرب والمسلمون في خطاباتها. الآن هذا التراجع وهذا الانقسام الأسري إن صح التعبير، إلى ماذا تحذوه إن صح التعبير دكتور؟ يذكرني في يوم ما الرئيس الوزير الأول الأسبق في الحكومة الفرنسية إيمانويل فالز كان في مناظرة مع ماري لوبان، قال لها حزبكم حزب عائلة، يعني حزب العائلي لا. وليس حزب يعني للفرنسيين، وراثي العائلة لم يخرج من إطار العائلة وفكر العائلي، ونحن نعرف يعني أنه لوبان وحرقته من يعني الثورة الجزائرية وإلى آخره، فما زالت ذلك الفكر الذي أورثه لابنته يعني ماري لوبان، وهي كذلك لي يعني بالاحتكاك الأسري مع ابن أختها. الآن فأصبح وكأنه شيء هذا الحزب وكأنه شيء مادي يتصارعون عليه، ولكن كما ذكرت الآن ماري لوبان غيرت خطابها أو بدأت تغير في خطابها. لماذا؟ لأنه حدث هذا الانقسام أو هذا الشرخ في الحزب، حزب الجبهة الوطنية. هذا الشرخ ما هو؟ يعني أنا أشوف ابنة أختها يعني لما هي أيدت إيريك زمور المتطرف، إيريك زمور أو المرشح إيريك زمور، وأبيها يعني الذي دائما في صراع مع ماري لوبان، وشفنا أنه كثير من يعني من يعني الموجود يعني كما نقول الإطارات هذا الحزب يعني ذهبوا، خاصة مشوا مع إيريك زمور. إذن هناك مستشارين لماري لوبان يعني أنهم هل ظهور برأيك عذرنا على المقطعة، ظهور إيريك زمور في هذا الفترة كمرشح ليس لامتصاص الجبهة الوطنية؟ ظهور إيريك زمور أو كما قلت يعني خروج أو يعني استقالات يعني من الفرون ناسيونال يعني والجبهة الوطنية إلى إيريك زمور، لأنهم وجدوا الخطاب الذي يريدونه وهو الخطاب ضد الجاليات العربية والمسلمة، ضد المسلمين، هذا الخطاب الذي يبحثون عنه يعني هذا الخطاب. إذن فذهبوا في هذا الإطار. وإيريك زمور يعني في مرحلة ما، لأن هناك في مرحلة ما يظن نفسه يعني أنه الشخص القادر على يعني إنقاذ فرنسا، وشفنا حتى في كتابه يعني حتى أفكاره تجسدت في كتابه كتابه الأخير الذي قال فيه فرنسا استدير لم تقل كلمتها الأخيرة، لم تقل كلمتها الأخيرة. وماذا يقصد بفرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة؟ ستقول كلمتها يعني أنها لما تطرد هؤلاء المهاجرين الذين حطموا فرنسا، وكل مشاكل ومآسي فرنسا هي المهاجرين الذين جاءوا. وتناسى في يومنا أنه هو شخص مهاجر يعني ومن أصول يهودية من الجزائر إلى آخره، تناسى هذا الشيء يعني تناسى حتى اسمه كذا لما انتقد أسماء يعني الجاليات العربية إلى آخره. ولكن هو استقطب يعني مجموعات معينة، ولكن في نهاية المطاف الفرنسيين لا يسيرون في هذا الطرح، لأن الفرنسيين في نهاية المطاف يبحثون. ربما هناك الحملة الإعلامية التي جعلت من زمور الشخص الذي ظهر وكأنه منقذ فرنسا، ونعرف أن زمور هو صحفي ويعني ومحرر وإيديتورياليست يعني
في كاتب افتتاحية. كاتب افتتاحية. إذن هذا الشيء هذا جعل منه ذلك الشخص الذي يبحث عنه. ولكن في نهاية المطاف انكشف في كثير من المقابلات التلفزيونية إيريك زمور مع بعض الشخصيات يعني الفكرية وشخصيات السياسية، لأنه في نهاية المطاف تلك الأفكار هي أفكار تمشي من السياق الذاتي وليس السياق الموضوعي المبني على أسس موضوعية. وفي نهاية واحنا شفنا انه تنازل في 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 شعبية إيريك زمور، يعني هو في الاول بدا يصعد والان بدا يتراجع يتراجع يتراجع، يعني الى فاصبح ليس هو الذي سيشكل خطر على إيمانويل ماكرون او الرئيس المنتهية عهدته. الان بدا التغيير اخر، او انه الذهاب الى زمور من مال مع زمور اصبح الان يميل مع مارين لوبان، وهذا ما يعني ما استخلصناه من صعود مارين لوبان يعني في عمليه صبر الاراء. ولكن لا. يبقى كما قال السيد علاء انه جون لوك ميلانشو يعني ذلك الشخص هو او السياسي الكاريزما اللي يعدوا الكاريزما يعني وجد له نف يعني مكانة في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات الماضية، ونحن نتكلم على صبر الآراء أو على يعني مستويات صبر الآراء. إذن فأصبح الآن ميلانشون يعني وكأنه هو الشخص الذي سيهدد الرئيس المنتهية عهدته إذا كان فعلا صعد إلى الدور الثاني، وهذا سيظهر فيما بعد الدور الأول بعد 10 أبريل القادم. ابقى معنا الدكتور قدشات مشكور. معنا الدكتور حسان التليلي المحلل السياسي والخبير في شؤون البيئة المستدامة بباريس. دكتور مرحبا. اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم. دكتور انت من المتابعين للانتخابات الرئاسية في فرنسا ككل 5 سنوات ومهتم بشؤون الجاليات المهاجرة. سؤالي دكتور، الى اي مدى هذه الانتخابات سيعول فيها المرشحون على اصوات الفرنسيون من اصول اجنبية يعني مزدوجو الجنسية ان صح التعبير؟ الحقيقة أن كل الانتخابات التي تحصل في فرنسا ولا سيما على هذا المستوى، مستوى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يعول فيها المرشحون على الفرنسيين من أصول أجنبية ولا سيما من أصول عربية ومن الوافدين من بلدان عربية إسلامية. هذه المرة فعلا هناك سباق نحو هؤلاء في سياق يختلف عما كان عليه الأمر من قبل. دائما يذكر كان المرشحون يذكرون الفرنسيين من الوافدين من إفريقيا ومن البلدان العربية وقت الانتخابات في سياق تطغى عليه العنصرية ويتم فيه الخلط عادة بين مفهومي عدم الأمن والهجرة. هذه المرة وصل هذا السياق إلى أقصاه إلى مداه عبر ما يسمى بنظرية يعني الاستبدال الكبير. هذه النظرية التي بدأت تفرض نفسها في أوروبا في السنوات والعقود الأخيرة والتي يستخدمها المرشح إيريك زمور هذه المرة. نعم. وفعلا يحاول كل طرف أن يظهر كما لو كان لا يشاطر هذه النظرية، ومع ذلك فأذكر المشاهدين أن بداية الحملة الانتخابية الرئاسية الآن باستثناء تقريبا ماكرون وباستثناء بعض مرشحي اليسار ومنهم السيد ميلانشون يعني مثلا اليمين المحافظ أو اليمين التقليدي، يشارك فعلا اليمين المتطرف في هذه النظرية ولو عبر عنها بشكل آخر. هذه النظرية يعني بالنسبة للمشاهدين يعتبر أصحاب هذه النظرية أن المهاجرين من أصول إفريقية ومن أصول إسلامية وعربية ليس لديهم مكان في فرنسا وفي أوروبا، وعليهم أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية. حتى أن منظر صاحب هذه النظرية أو التي غذاها هو غنو كامي، وهو كاتب سياسي ينتمي إلى اليمين المتطرف، قدم جعل من هذه النظرية في الانتخابات التي جرت الانتخابات البرلمان الأوروبي عام 2019 أهم محور المحاور، ويدعو إلى إعادة
المهاجرين الأفارقة والمسلمين العرب إلى بلدانهم واستبدالهم بمهاجرين بيض. وفعلا هذه النظرية أصبحت الآن يعني لم يرى لها مثيل بالنسبة لقصة التجسيد مثل ما هي عليه الحال ومثل ما فعله إريك زمور في هذه الحملة الانتخابية الحالية. نعم دكتور، في هذا في أنت مشكور على هذا التوضيح. إلى أن هناك من المتابعين للشأن الفرنسي يرى بأن عودة خطاب الكراهية في فرنسا هو ما ميز مداخلات سواء التلفزيوني أو بعض التصريحات لبعض المرشحين، بالرغم من أن هناك قانون في فرنسا يجرم خطاب الكراهية ومعاداة الآخر. كيف تقرأ هذا الدكتور تليلي؟ هي في الحقيقة كما ذكرت السياق العام، اليمين المتطرف كان في وقت ما حكرا على فرنسا وبعض البلدان الأخرى. نرى الآن دول أوروبا الغربية بشكل عام يتنامى المد اليميني، حتى أن البرتغال في الانتخابات التشريعية الأخيرة يعني كانت مثلا إسبانيا والبرتغال في منأى عن المد اليميني المتطرف. المد اليميني المتطرف أصبح اليوم جزء من الخارطة السياسية في إسبانيا وفي البرتغال، وبالتالي هناك سياق عام. هذا المد أصبح تمكن ومكن لنفسه منذ تقريبا في السنوات الأخيرة لعدة عوامل، من أهم هذه العوامل العمليات الإرهابية التي حصلت في أوروبا ولا سيما في فرنسا. ثانيا الهجرة التي جاءت من سوريا ومن البلدان الإسلامية ومن أفغانستان أساسا، يعني هذه الهجرة بأعداد كبيرة سمح لأصحاب النظريات المتطرفة أن يمكنوا لأنفسهم. ثالثا أيضا أمواج الهجرة التي تأتي عبر البوابة المتوسطية والتي تأتي من إفريقيا أساسا. هذه العوامل ساهمت إلى حد كبير في تنامي اليمين المتطرف. والحقيقة أن اليمين المتطرف أو هذه الأفكار ليست جديدة، يعني لو نعود إلى سجلات الهجرة إلى فرنسا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وفي ستينات القرن الماضي وثمانينات القرن الماضي، نجد أن اليمين المتطرف أو مروجي هذه النظريات يستغلون الأزمات التي تحصل حتى يمكنوا لأنفسهم ولهذه النظريات في المجتمع، وأصبح لديها فعلا صيت داخل المجتمع كان الناس من قبل يخشون أن يعبروا عنها، ولكنهم الآن أصبحت لدى كثير منهم جرأة في التعبير عنها، إلى حد أنه لم يعني أعطيك مثل يعقل في عام 2022 أن يأتي مرشح إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية وهو إريك زمور ويقول للفرنسي لا تسمي ابنك محمدا ولا تسمي ابنتك فاطمة، لأن هذا لا يليق بالحضارة الفرنسية وبالهوية الفرنسية. يعني هذا الكاريكاتور لم يسبق له مثيل مثل ما هي عليه الحال الآن في الخارطة السياسية الفرنسية. نعم. اليوم الدكتور تليلي أشكرك، أبقى معنا وسأنقل هذا الانشغال إلى علاء الدين. علاء الدين، سمعت ما قاله الدكتور تليلي، هل يعقل في 2022 وما وصلت إليه الإنسانية أن يطلب منك أحدهم وأنت مولود على وتشاركه نفس الجغرافيا ومولود على نفس الأرض ويطلب منك عدم تسمية أبنائك أو بناتك بالأسماء الآتية، هل توافق؟ معقول جدا عبد الكريم، هذا المجتمع تغير كثيرا، يعني أنه من ما زال يتذكر فرنسا تعددية الثقافات والقيم التسامح واليسار فهو يعيش في زمن آخر، يعني معروف أن قيم اليسار واليسار في العالم يعرف انحسارا، وفي أوروبا هناك هذا المد اليميني الذي أخذ مداه، وفرنسا تبدو كأنها القلعة الأخيرة التي تصمد أمام هذا البد اليميني العنصري. وللأسف حتى داخل اليمين أصبحت هناك بعض النزاعات والتوجهات لأن يتم انتهاج واتباع خطاب متطرف. لننظر
لمرشحة مثل فاليري بيكراس، يعني أنه المفترض أنها تمثل حزب يميني جمهوري محافظ دائما. نعم. عودنا أن يكون لديه مواقف، نتذكر جاك شيراك ولا ساركوزي مع كل مساوئه أبقى على هذا الحزب وأبقى لديه زخما. أما فاليري بيكراس الآن أنا باعتقادي مثلا حزب اليمين المحافظ، نعم، هو مصيره مصير الحزب الاشتراكي بعد هذه الانتخابات سيندثر، واليمين اليمين داخل هذا الحزب من يمثله عنصريون أمثال سيوتي وغيرهم، نعم، سيلتحقون وسيهرولون إلى 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 إريك زمور. وإريك زمور في الواقع هدفه هو أن يكون اليمين في الحكم بعد 5 سنوات. قد حتى الرئيس إيمانويل ماكرون هو يميني، ولكن يميني ليبرالي في توجه دعني أقول بروغريسيست، يعني حداثي، هو ليس قومي مثل هؤلاء. لهذا لديه بعض الشعبية. أما بدليل أنه عندما استطاع ومن خلال الاشتراكيين وصل إلى الحكم، وعندما وصل إلى الحكم انتهج سياسة يمينية، والآن عندما رأى الموضة اليمين بدأ يتحدث عن قضايا اجتماعية وقضايا تهم الطبقات العمالية وعن القدرة الشرائية، فهو ليبرالي يتلون حسب ما يرى المجتمع. أما الخطورة فيمثلها مثلا إريك زمور الذي باعتقادي هو يمهد الطريق، هذا ما هو إلا أرنب. وفي المستقبل هو لماريون ماريشال، هذه العنصرية الصغيرة التي تنتمي لعائلة آل لوبان، نعم، هدفها أن تضع جسرا بين اليمين وبين أقصى اليمين. فالهدف بعد هذه الانتخابات أن يتم القضاء نهائيا. عذرا على ترى، نعم، ألا ترى بأن تصريحات زعيمة اليمين هذه المرة فيما يخص العائلة تاعها سواء ماريو ماريشال أو إلا والدها جون ماري لوبان أنه سيفجر الحزب عاجلا آجلا؟ يعني الحزب هو مفجر، يعني أنه في الواقع هناك تجمع للفرو ناسيونال، يعني أن هناك أفكار ما يسمى الأساسيات هذا الحزب، نعم، وهي المهاجرين والإسلام والعنصرية ما زالت هي هناك. من جاء من المستشارين وأعطى الفكرة لمارين لوبان عليها أن لا تخيف الناس وأن تتجه للحديث عن الطبقات الشعبية والعمالية وعن القدرة الشرائية وعن فرنسا العميقة، لكن هي أخرت المواضيع العنصرية، تركتها في نقول في المركز الثالث، وتحدث عن القدرة الشرائية. هذا في نوايا التصويت زاد من شعبيتها، لكن هذا لن يكون لها بالمنقذ. هناك فكر يميني عنصري مستاء جدا من استراتيجية مارين لوبان التي أرادت أن تقدم نفسها على أساس أنها حزب جمهوري وحزب مثل بقية الأحزاب، وهذا ما يرفضه العنصريون. هم يريدون أن تكون لديهم شخصيتهم، يريدون أن يكونوا عنصريين متحررين يتحدثون بطلاقة ولا يريدون الطرف الآخر. هذه العنصرية المسخة بات يمثلها غوغائي وكاتب جدلي محكوم عليه في القضاء الفرنسي هو إريك زمور. إريك زمور يمهد الطريق الآن، لكن المستقبل عينه على المستقبل وعينه من هم معه، استقطاب زعامات اليمين المتطرف في التجمع في الفرو ناسيونال حاليا، واستقطاب زعامات اليمين المحافظ، وتكوين قطب يميني كبير يتمكن من الحكم في المرحلة المقبلة، لأن كل المؤشرات ترى بأن اليسار هو في تراجع. وإذا لم ينجح مرشح مثل ميلانشون في الوصول إلى الجولة الثانية في هذه الانتخابات فهو انتهى سياسيا، لأنه قالها لن يترشح لعهدة جديدة. هذا هو الصراع الموجود في فرنسا. أي فرنسا التي نريد؟ هل فرنسا القومية التي لديها شكل واحد، أم فرنسا متعددة الثقافات الحداثية المتطلعة على الخارج؟ إذا شاهدنا الخطاب الذي يقدمه ماكرون نقول أنه هذا هو الخطاب الذي يمثل فرنسا، ولكن عندما نرى ممارسات ماكرون فلا نرى هذه الممارسات في المجتمع في الوصول إلى العمل. هذا هو السؤال المطروح. باعتقادي أن كل الرهان هو
في الانتخابات المقبلة بعد 2022، لأن الطريق الآن عمليا هو معبد لماكرون لعهدة ثانية. أبقى معنا، شكرا لك علاء. الدكتور قتشة، ولكن أسمع منك الإجابة بعد الفصل. علاء يقول بأن الخطاب ماكرون هذا ما يريده المواطن في الداخل أو في الخارج، إلى أن الخطاب اليمين أصبح خطرا حتى على قيم الجمهورية وما ترفعه من شعار. أسمع منك الإجابة الدكتور قتشة ولكن بعد الفصل. مشاهدينا الكرام، فصل قصير، ابقوا معنا.